بصمته اللي كانت بتبقى على السيناريو، موجوده في السيناريو او الافكار اللي كانت بتنزل، كان بياخدها من الشباب، من الشباب اللي هو بيقعد معاهم، قرايبنا اصحابنا، يفهم منهم افكارهم ايه واتجاهاتهم ايه، يتناقش. حتى كان اسماء البنات، اذكر انهم كانوا اسماء بنات من العيله، كان كل الحاجات دي بتتخزن عنده وبتطلع في وقت ما يكون في سياق سيناريو او حاجه زي كده. هو كان رومانسي واخد الخط ده. مراهقات كان قريب من الشباب قوي، ومسك يعني كذا مشكله، مشاكل تمس المجتمع عموما، يعني الوالدها ووالدتها مش سائلين فيها او مش واخدين بالهم منها، زوج الام، البنت اللي هي مقفول عليها، اللي هي الاساسيه في الفيلم يعني، الفنانه ماجده، مقفول عليها، ما تخرجش، ما تنزلش، ما تطلعش، ما تتكلمش في التليفون. فضل يطلع بالطياره حقبه من السينمائيه بالنسبه له يعني، اللي هي حقبه ماجده. كان اخر الافلام كان المراهقات، كان ده كان سنه 60. هما نجحوا مع بعض جامد قوي. كانوا ظاهر كان في خلاف او حاجه زي كده، انا مش عارف ايه الخلاف بالظبط، بس كان في وقت ما كانوش بيكلموا بعض تقريبا يعني. هي العظيمه ماجده في تمثيلها، والعبقري اللي بيخرج تقريبا ما بيكلموش بعض الا عن طريق المساعد يعني. والفيلم ده شوفي نجح ازاي كاخراج وتمثيل، وموضوع كبير يعني. ومين هيدفع لك مصروف جيبك وثمن الكتب والمراجع والتامين الصحي؟ كان في مره في لوكيشن في مستشفى هليوبلس في مصر الجديده بيشتغل وكده، المفروض ان انا جيت من المدرسه، قلت طب ما اروح له بالعجله قريبه كده يعني. وانا رايح قابلت اصحابي، وقفت معاهم وقعدنا نلعب ونعمل وبتاع حاجات زي كده، وما روحتش. في الوقت ده كان هو بيتكلم بيطمن انا جيت ولا لا، بيتكلم بالتليفون، كان تليفون ارضي وقتها. ده ناصر جاي ورايح لك او راح لك يعني. هو ما جاش، الدنيا اتقلبت، ساب اللوكيشن، قعد يدور عليا في مصر الجديده في الطرق، يسال الناس في عند محطات المترو في حاجه هنا حصلت، في حادث، في بتاع حاجات زي كده، لغايه ما هو انا لقيته واقف تحت البيت وانا جاي طبعا بالعجله عمال الف. واقدر امسكها في ايديا. كان يخاف علينا قوي يعني. انا اذكر انا كنت في الجامعه كليه فنون جميله، وكنت ابقى راجع كنت الاقيه واقف في البلكونه يعني مستني يعني، ان اتاخرت بتاع حاجات زي كده، لدرجه ان هو لما توفى انا لما كنت اجي ادخل الشارع كده اتخيل بيه في البلكونه مستني يعني، او حاجه كده يعني. استاذ اسكندريه ونكتب الكتاب في بيت والدتي وهتعيش معاها لغايه ما ارجع.